شوف يا قصي، انا انسان عاقل متزن وعاقل، ما احب المشاكل دي ولا لي مره ما احبها. يا ولد اللي ذولاك المسنين مقوى فتجي النحاره، ايش تسوي بهم؟ يا ويله يا ويله مني، انا ما هايط على احد، بس اللي يجي ويهايط علي يا ولد شكلك ما تشوفني انا وانا معصب. اذا انت انا معصب ابتعد مني، ابتعد مني يا ولد قادح، امشي زحف. تعال انا اجي بسرعه يا وليد، حرك بسرعه، تعال بسرعة يا وليد. والد بيتنا ملك، لعد من واحد إلى ثلاثة وانت باقي بهذا الحارة بمس سحبك مسح. واحد اثنين ركز يا جماعة، يا مرحبا والله حياكم الله. كيف حالك يا وليد؟ اي ما الرجال ما يدي ولا حرف ولا حاجة، انا مريض والله تعبان ودي المستشفى. يا وليد هوي يا اخي بقولك السالفة، وليد ولد شجاع بس بقرة ضعيف بعض الاحيان يجي بكي عندي، والله اني عصبني والله اذا بالله شوف الحل. لا حول ولا قوة الا بالله. عندي الحل يا جماعة، عندي. تعرف من بروسلي وجاك شان؟ ايوه نعرف. ايوه معروف يا اخي، احنا وياه عشرة طويلة بيننا عشرة. اخفى شوف لي الحل، الله يرحم والدك، انا مستعد مستعد احجز الحين واروح عنده. هيا اسمعوني الان، تحجزوا اقرب طيارة يعني ماشية لا عنده، وما انا لا اسوي لا توصية انها والله قدام. مشو مشو والله مشو.